اعتذر اعتذر انت مدام باعتذار. تسمعني شو اسمه هذا عندكم؟ هذا وش تسمونه؟ وش بعمان احنا نسميه براد، وانت هذا شو تسمونه؟ نحن نسميه مدليه. شو اسمه؟ مدليه. وش هي؟ مدليه. مدله؟ مدليه. مدليه احنا نسميها دله. احنا نسمونها دله عندنا. انتم عمان شو تسمونها؟ لا وش دراني انا اكلمك عن منطقتي. منطقة مدليه. قاعد اعدد لك الاسامي في عمان كلها صعبه. لا يعني لا تسأل عندك. طيب هذا اقول لك يسمونه بعمان كوب. بالله؟ يعني مو زين احنا. تدري شو نسميه احنا والله؟ وش؟ كوب. سبحان الله. ايه في فرق شوي. ايه كوب. طيب وهذا شو تسمونه؟ تكيه. لا احنا ماركه. ماركه؟ احنا ماركه عندنا تعرف ايش؟ ايه ستيشن. احنا انا عرفت ستيشن. وش ستيشن؟ ستيشن السياره. سو ماركب. الفكسار وهذا الجيب. لا هذا ماركه كابل مو ماركه. نسميها ماركه. ماركه. هذا لا تسميها ماركه. وهذا شو تسمونه؟ ها؟ شو تسمونه هذا؟ هذه ما اتذكر يسمونها اهل الثلاث بس ما اعرف. طب هذه اللي عليك شو تسمونها عندكم؟ هي ما نستخدمها. صح حر عندكم. ايش هي برد عندنا لهي الدرجه؟ ما عندكم مره حتى زي هذا الفري؟ لا ما عندكم بالله. هي ما كنت شفتها في عمان يمكن. طب التلفزيون التلفزيون شو تسمونه عندكم؟ هالشاشه هذيك شو تسمونها؟ احنا نسميها تلفزيون مو انتم؟ شاشه تلفزيون. شفت كيف في فرق؟ مو السماجة. السماجة اللي الله يحرمنا. طفشت يا اخوي خلاص فكر من السؤال. منديل. منديل ايش تسمونه؟ منديل احنا اسمه فاين. احنا كلينكس. كلينكس؟ بالله الله عليكم. هذا طيب وهذا ايش تسمونه التمر عندكم؟ النوعية هذه؟ لا ما بالنوعية هو شو تسمونه؟ انا اقول عطني تمر. شو سح. وشو؟ سح. اي والله صدق. سح. سح. تقول سح. التمر تقول سح. التمر اسمه سح معنا. يا ولد حال لا والله ما تقول لي مثلا با تمر لا تقول باتمر تقول باسح يعني لو اجي عندك اقول لي سح ابي سبع مثلا تمرات ابي سبع سحات ايوه يا ولد حالي طيب وهذا ايش تسمون عندكم؟ نظاره بالله احنا نظارات والله اعطيني نظارات جمع مؤنث سالم لا يعني نظاره نفسك ما في فرق كثير طيب لا شوف طيب عندك الجوال ايش تسمونه عندكم؟ تليفون لا حنسكت والله ما ادري سبحان الله فاضل لك ما عندي مشكله طيب ابى اسالك كلمه وعلي ابى اشوف لك اشياء طيب. مثلا يا خي صح هذا ايش تسمونه؟ لمبه ليت يعني انتم اخذين انجليزي نتكلم انجليزي احنا عارفين شوف مخ طيب الشعر ايش تسمونه عندك؟ هذا شعر؟ اي هير بالله لا طيب بسك والله صادق بسك اعطني كلمات يعني لا يعني مثلا بقول ترى كذي الحين جالس ادور لك اشياء هني موجوده شو شيء ابو جاي انا سجل المسجد سجل المسجد باسمه سجل المسجد باسمه اين ندوي لا سجل المسجد خلاص كتبه باسمه الظاهر صح؟ اشتراه كذي ما دار عنده في الهواء اين ندوي؟ زين ايش اللعبة هذه؟ ما يطلع الزنك المفروض ما يطلع الزنك صح؟ ايوه اين ندوي؟ على الله توكلنا اذن 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 يا ابو شايع اذن نروح صلالة قريب عندكم أكيد كم كيلو تعالوا في موسم الخريف بأذن يا شباب أي وقت السنة الجاية بالحر يعني شهر يعني بالميلادي شهر 6 كم كيلو عندكم يا نحن 300 وشيء بس أنت بتجي يعني أبجيك أنا بجيك تجيني تخاونه أنت أيوه تجيني في العاصمة نروح مع بعض دورنا مسارع هناك نروح نشتغل هناك ولي همك والله عمار لأن أنا لاحظت تدير عمار ما في الله أكبر الله